بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخوتي الطلبه كيف حالكم كيف الصحه درسنا اليوم الثاني والاربعون وفي هذا الدرس سنواصل السير كما كنا ندرس سابقا فهناك جمل الجديده في اساليب النهي سناخذها ونفهمها ونستخدمها في تحدثنا مع الناس فتعالوا إلى هذا الدرس المفيد. بسم الله الرحمن الرحيم درسنا إلى هنا فنقرأ بعده لا تدندن أثناء المحاضرة دندنا يدندن دندنا يدندن بمعنى كلام لا يفهم كلام غير مفهوم جو بات سمجمع نهي آ ہم کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو مجھے سنائی نہیں دے رہا یا سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں لا تدندن دن اسنا المحاورہ اثنا البیان اثناء الکلیمہ اثناء الخطاب عندما انسان یوخاقب و یوبئین فعلۂ کا اللہ تندہ فی تتکلم بکلام بك لا يسمع او لا يفهم هل فهمنا؟ دندنا يدندن هذا هو الفعل فقال يا أخي كفاك كفاك بس هي غير كفا يكفي معناه كافيه ولكن هنا أسلوب كفاك يكفيك كفاك تقصيا لأفعال الغير التقصي التتبع التتبع تتبع كرنا کسی کے پیچھے پڑے رہنا کما قلنا في الدرس في الدرس السابق المتابعه ما لك تتابعني في جميع حركات نفس هذا كفاك تقصيا يعني میرے نقش میرے نقش قدم کو ہر وقت دیکھتے رہنا میرے جو یعنی قدم کے جو اثرات ہیں جو اثر ہیں ان کو ناپنا كفاك تقصيا لافعال الغير بس کر دو کسی پرائے کے افعال کو مت پرکو پرائے کے افعال کو اتنا مت جنجوڑو اتنا مت نہ چھوڑو ہاں دا مانو کفا کا تقسین الغیر وراقب نفسك راقب نفس راقب اپنے آپ پر نظر رکھو اپنی نگرانی کر لو فقال ایاکا اسلوب آخر ایاکا والدندنتا ای تجنب اجتناب کرو تجنب الدندنتا اثناء المحاضرہ ثم كف كف يعني مو بنكردو كف بمعنى آه... إلزم إلزم الكف الكف معناه المنع الكف بمعنى المنع يعني آه... كف عليك هذا يعني أبني زبانكو أبني أوبر بنكردو مناكردو الكف بمعنى المنع لو رأيت في القاموس تجدو هذا المعنى فقال کفہ الامر العمر عن العتاب عتاب اور ملامت کرنے سے باز آ جاؤ هذا نقول نترجم کف عن العتاب ملامت کرنے سے باز آ جاؤ وقف نفس کا اور اپنے آپ کو بناؤ اور اپنے آپ جو نظم و ضبط ہے اس کو صحیح کر دو وضبط نفسك نفس کا حاسب نفسك أبنى حساب كرو وضبط نفسك يعني نظم نفسك كذلك نستطيع نقول نظم تنظيم أبنى نفس كي تنظيم كرو اسكو بناو اسكو سوارو كسي اور كي نلغو كف عن العتاب والملاماتي، وضبط نفسك أبنى اپنی اپنا خیال کرو اور اپنا نظم بناو هكذا نشرحو بعده فقال أسلوب ثالث: «دعك من الدندنة، أبني يابكو بشايركو، أبني دور دوركو من الدندنة، أو دعك شوردو، دندنة ناكي ياكرو أثناء المحاضرة، أثناء البيان، وأثناء الكلمة»، قال: «لطفاً»، «لطفاً» يعني كلامك لطيف، وأنت رجل لطيف، أنت عندك الملاطفة. كلام لين لطفا سماحة أو سمحا عفوا أمسك عليك فاكا أمسك يمسك بكرنا أمسكت السارقة أمسكت السارقة, السارقة ميني شوركو بكر امسكتو أمسكت أمسك يمسك بكرنا أمسكت السارقة ميني شوركو بكرا فيقول أمسك عليك أبني وبر آپ پکڑ لو فا کا اپنی اپنی زبان کو یا اپنے منہ کو فا کا اصل میں ہے فمن فمن وہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ یہ افعال خمسہ ہیں اسماء خمسہ ہیں اس میں جب ضمیر ہوگا تو ہم کہیں گے فا کا یہ اس میں اس طرح سے بھی آ سکتا ہے فنقولو ام سکھال کا فا کا اپنے زبان کو لگام دو یا اپنے منہ کو بند رکھو ودع افواه الاخرين اور دوسروں کی زبانوں کو چھوڑ دو ودع افواه الاخرين اوروں کی زبانوں کو چھوڑ دو اس کے بارے میں بات ہی نہ کرو ثم هنا اسلوب اخر عندنا لا تتذمر عندما تؤمر لا تتذمر عندما تؤمر یعنی پسو پیش نہ کرو پسو پیش نہ کرو جب آپ کو کوئی حکم کیا جائے اور آپ بہانے اور ہیلے نعت تلاش کرو جب آپ کو کوئی حکم کیا جائے و نستی فِي فی معناه لَا تَتَذَمَّرْ لَا تَغْضَبْ لاتب غصہ مت کرو وَكَذَلِكَ لَا تَتَذَمَّرْ لَا تَلُومُ نَفْسَكَ کا اپنے آپ کو ملامت نہ کرو جب آپ کو کوئی حکم کیا جائے عندما تؤمر اي عندما احد يامرك عندما يامرك فلا تتذمر اي لا تغضب فقال لست متذمرا ولكن الامر جاء في غير وقته لكن جوهكم حكم مجھے ملا وہ وقت پر ملا وقت کے بعد ملا ہے اس لیے میرا موڈ یا میں نہیں کر ولكن الامر جاء في غير وقته في غير ميعاده كان يأتي قبل هذا الوقت اليوم تأخر فقال إياك والتذمر إياك والغضب تجنب الغضب عندما تؤمر كيف عرفت أنني متذمر كيف عرفت أبو كيسي جلا أنني متذمر غضبان ولم أبدي إلا الطاعة ولم أبدي ولم أظهر جبكي مني إلا الطاعة إلا من سيرة فور سيرة فرزا الطاعة هنا رزا ما قلت انا لا افعل من نهيك هاك من نهيكرتا فكيف عرفت انا ما ابديت ما اظهرت ما ابديت ولم ابدي الا الطاعة الا انني سافعل فقال دعك من التذمر عندما تؤمر دعك اسلوب آخر دع نفسك ولا تشتغل بالتذمر. فقال حسنا ها انا ادعوه عني ها انا ادعوه اي ادعو التذمر عني أبنسي دور دورها هاهو التذمر وكذلك الملامة وكذلك الغضب. نأخذ هذا كذلك لا تأسف على ما مضى أسف أسف يأسف. فشيمان هنا نادم هنا لا تأسف فشيمان مت ہو نادم مت هو علامة مضى علامة مرة مرة يمر جو قزره هو وقت مر الوقت مر الوقت مر الزمن مضى الوقت مضى الزمن مضى فصل الربيع بهار موسم گزر گیا مضى فصل الربيع ربيع بهار ہیں فصل کہتے ہیں موسم موسمكو مضى فصل الربيع أي مرة فهنا لا تأسف على ما مضى على ما مر لا تأسف عليه اترك فقال لست آسفا هذا آسف أي هذا حزين هذا ندمان فقال لست آسفا لست حزينا لكنني متحسر لكن مجه حسرت لست حاسفا لكنني متحسر أنا متحسر مجي حسرت هي. على الوقت الذي ضاع اس وقت پر جو ضاع يضيع يضيع الوقت بالجوال يضيع الوقت وقد زايا تاهي بالجوال موبائل کے موبائل وقت ضائع کرتا ہے فقال کفاق کا بوت بہت ہو گیا اور مزید اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کرو علامہ موا جو کفا کا اادہ یکفی کا کافی ہے بس ہو گیا کفاک بس ہو گیا صدقت فخر الوشی ان بقوا اللہ وقد ر آپ نے سچ کہا فق الوشی ہر چیز جو ہے بقواء اللّہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں وقدر ہی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قضائے الہی سے ہوتا ہے فخ الوشی بقا داآن کا چھوڑ دو اپنے آپ کو الصف اصف سے علامہ مغا جو غلطفق اللہ صفی یا اسف میرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے یا میں کسی طرح سے بھی پریشان نہیں ہوں لئی صفی یا اصف مجھ میں بالکل بھی وہ نہیں کئی اداو کہ میں اس کو چھوڑ دوں فان لسطو بھی آ بند بما ہدت آ بہ آ بہ مانا ہو بہو ی بہو بھی مانا یو بالی یو مانا ہو کسی چیز کی پرواہ کرنا ہا طالب لا یو بالی لا یو بال بال ادب لا بال بال ادب یہ طالب علم لا پرواہ ہے ادب کے معاملے میں ادب ادب کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہار طالب لا بال بدرسی یہ طالب درس اور پڑھائی کی پرواہ نہیں کرتا فنسلمانہ ہار طالب لا یا بہو بدراساں لا بہ ابہا یا بہو ہار طالب لا ابہ أي ليس عنده اهتمام ليس عنده هم لا يبالي بالدراسة لا يأبه بالدراسة فهنا هذا اسم فاعل بآبهن أي بفاعل بفاعل لست بآبهن لست بفاعل بما حدث بما حدث أو بما صدر بما هو حاصل أنا لا لست مبال بذلك هل فهمنا هذا الدرس؟ بارك الله فيكم علينا ان نجتهد ونكثر من الكلام من تكلم كثيرا تعلم كثيرا السلام عليكم ورحمه الله